الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس في الوقوف مع حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ذلك الحديث الشهير الذي وقع فيه سؤال من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من الأحاديث التي اتفق الإمامان البخاري ومسلم على إخراجها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل، يعني الطريق وعدلت معه، فأتيته بإداوة فتوضأ، ثم قلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، وساق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديثا طويلا وقع فيه قوله: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت أتيته بما كان من خبر هذا اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذا الحديث وقفتنا معه إنما هي وقفة تربوية، يعني نحن سنقف في هذا اللقاء إن شاء الله مع المسائل التربوية التي تتعلق بهذا الحديث، ولذلك سوف تقتصر وقفتنا على مبدأ هذا الحديث أو صدر هذا الحديث الذي وقع فيه كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ووقع فيه أول جواب عمر رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أحد الذين يختصون بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني أحد طلبة عمر الخواص. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وإن كان في طبقة في علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا أنه من طلبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو من أخص تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن أكثر الملازمين له. فمع ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عادت عليه بفائدة كبيرة، فهو سابع سبعة من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم أن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكثرون من الرواية عنه، والعلماء إنما وضعوا حدا لذلك، فقالوا: إذا روى الصحابي أكثر من 1000 حديث فإنه من المكثرين. فعبد الله بن عباس عليه رحمة الله ورضوانه أحد هؤلاء المكثرين الذين جمعهم الناظم في قوله: سبع من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. أبو هريرة، سعد، سبع من الصحب، أي من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوق 1000 قد نقلوا، أي رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 1000 حديث من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس. أبو هريرة، سعد، سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، جابر بن عبد الله وأنس بن مالك. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. فهؤلاء السبعة قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أحد هؤلاء السبعة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما زال شابا صغيرا، إلا أنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكثر من 1000 حديث، وما ذلك إلا لهمته في ملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأحاديث، وإنما بعضها سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها سمعها من غيره من الصحابة على الجميع منهم، على الجميع رحمة الله. لذلك جمع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه علما كثيرا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدمه في مجلس الشورى، ذلك المجلس الذي كان يجمع مشايخ بدر. ولا يبالي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، أي من صغار الصحابة سنا، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدمه في هذا المجلس الكبير لما عنده من العلم. وهذا التقديم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عباس وقع في نفس بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بشيء من الإنكار، قالوا ما بال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجلس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بيننا ولنا غلمان مثله. فعبد الله بن عباس إنما كان يجلس مع مشايخ بدر الذين هم في سن آبائه أو سن أجداده، سن أبيه أو سن جده أو سن جده. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يثبت لهم أن الذي قدم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا المجلس إنما هو علمه، وهو وإن كان له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه القرابة لم تكن هي السبب التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدمه، إنما قدمه إلى هذا المكان علمه. فقال لهم ما تقولون في قول ربنا سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم إن الله جل وعلا يأمر نبيه بالاستغفار، وقال بعضهم لا أدري. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله ما تقول أنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لا أقول فيها مثل ما قالوا، وإنما أقول إن الله جل وعلا ينعي للنبي صلى الله عليه وسلم أجله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله إني لا أعلم منها إلا ما تقول. وسبب هذا السؤال أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يثبت لهم هذا الذي كنا نقدم به، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إنما قدمه إلى هذا المكان علمه، ولم يقدم إلى هذا المكان محاباة من عمر رضي الله تعالى عنه أو لغير ذلك. فعبد الله بن عباس نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم أن عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يثبت لهم ذلك، كأنه قال بعد ذلك وقد أراد عمر أن يعلمهم بمكان، أي بمكان من العلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم له رضي الله تعالى عنه لهم بعد ذلك إنه من حيث علمتم، يشير إلى قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جمع هذا العلم الكبير وهذه القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع العلم وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حقيق بأن يكون في هذا الموضع. ومع ذلك، مع هذه الخصوصية التي يتمتع بها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إلا أن هذه الخصوصية لم تنزع حجاب الهيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني ما زال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يهاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويستحي من سؤاله أحيانا، ينتظر فرصة سانحة لكي يسأله فيها عما يعن له من مسائل العلم. وهذا كان ديدن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، كان عظيم الأدب مع مشايخه الذين يتتلمذ عليهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كان إذا أراد أن يطلب علم الفرائض على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو أفرض الصحابة، كان يمكث على باب بيته ويستحي أن يطرق عليه الباب. فإذا خرج زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعجب من مكوث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على بابه، فقال: هلا طرقت علينا الباب؟ ثم يأخذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بلجام دابة زيد بن ثابت عليه رضوان الله، فيعني يغضب زيد بن ثابت، يقول له: تنحى عني يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحي من أن يأخذ بلجام دابته رجل هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على أن يفعل ذلك، ويصر على أن يقبل يد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لعظيم أدبه الذي تربى عليه. الحاصل أن هذه الخصوصية التي كانت لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بعمر لم ترفع حجاب الهيبة بينه وبين عمر، بل ما زال يخاطبه بألفاظ التبجيل، يقول له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة وتمنعني هيبته. فهذه الخصوصية لم ترفع هذه الهيبة التي ثبتت في قلب عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولم ترفع هذا التوقير والاحترام الذي يكنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الاعتقاد في عمر رضي الله تعالى عنه، اعتقاد أنه أهل لأن يسأل وأن يطلب عنده العلم، وهذا الذي درج عليه الأئمة الذين نفع الله بعلمهم، وسطره من بعدهم الأئمة الذين قد سطروا لنا آداب العالم والمتعلم. ينبغي للمتعلم أن يوقر من يعلمه. كان الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يقلب صفحات الكتاب إنما يقلبها على نحو لا يسمع مالكا رضي الله تعالى عنه، لهيبة مالك في قلب الشافعي رضي الله تعالى عنهم. وشريك ابن عبد الله النخعي رضي الله تعالى عنه ومن كبار رواة الحديث، أتاه بعض أولاد الخلفاء فلم يلتفت إليه وجلس في موضعه ولم يعره اهتماما، فأنكر عليه بعض الناس، قال له: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله، أي أجل من الخلفاء ومن أبناء الخلفاء. وأنتم لا يخفى عليكم عمر، لا يخفى عليكم طبيعة عمر رضي الله تعالى عنه، فيها من الشدة ما فيها، ومع ذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يصبر على هذه الشدة التي تظهر من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حتى أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله لما قال لعمر رضي الله تعالى عنه ذلك قال: وعجبا لك يا ابن عباس. يستنكر أن يخفى على عبد الله بن عباس جواب هذا السؤال، ويعرفه كثير من الناس. فمن آداب المتعلم التي تستفاد من هذا الحديث توقير معلمه. هذه الخصوصية التي كانت لعبد الله بن عباس لم تحمله على إزالة حجاب الهيبة الذي ثبت لعمر رضي الله تعالى عنه، ولم تحمله على التفريط في توقير عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان يخاطبه بألفاظ التوقير، يقول له: يا أمير المؤمنين. وهذا أدب من الآداب التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله في آداب العالم والمتعلم، يذكرون أن الطالب ينبغي إذا أراد أن يخاطب شيخه أن يخاطبه بما يدل على التوقير والاحترام، يقول له: يا شيخي، يا معلمي، يا سيدي، نحو هذه العبارات، ولا ينبغي أن يخاطبه بما يقع في نفسه موقعا سيئا، يعني لا يناديه باسمه: يا فلان،
لا يناديه بلقب يكرهه ونحو ذلك، وإنما يناديه بالذي يحب، على الأقل يناديه بلفظة النسبة إلى التعلم، يقول يا شيخي يا معلمي ونحو ذلك، فيخاطبه بألفاظ التوقير والاحترام. كذلك الشيوخ ليسوا على درجة واحدة من تحمل الذين يريدون عليهم من الطلاب. يعني أنت إذا تأملت في أحوال مشايخك ستجد أن مشايخك ليسوا على درجة واحدة، ستجد أن بعضهم مثلا في قد امتن الله سبحانه وتعالى عليه بحسن الخلق والصبر واللين مع الطلبة، الصبر عليهم ونحو ذلك، وبعضهم حاد المزاج، يعني ربما لا يكون عندك متسع أن تسائله وأن تشكل ونحو ذلك، فيه حدة في المزاج، هذه طبيعته الشخصية. وبعضهم وسط، لا إلى هذا ولا إلى ذلك. طيب هذا الذي فيه لين وحسن خلق وصبر على الطالب ونحو ذلك، هذا الذي ينبغي، هذا والأفضل، يعني هذا لا مشكلة معه، إنما المشكلة تنشأ عند الطالب إذا كان شيخه حاد المزاج، يغضب سريعا ونحو ذلك. وهذا موجود حتى في بعض البلدان، موجود يعني أهل هذه البلاد عموما على هذا النحو، هذا جزء من طبيعتهم الشخصية، أو بعض المشايخ هذه طبيعتهم الشخصية. فأهل العلم عليهم رحمة الله حينما صنفوا في آداب العالم والمتعلم ذكروا أن الطالب ينبغي أن يصبر على جفوة شيخه. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الذين ربما يشتدون على محدثيهم، يعني وقع في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا لم يقع لعبد الله بن عباس، لكن وقع لزوجة عمر رضي الله تعالى عنه، زوجة عمر عليها رضوان الله كانت تراجعه في مسألة، وأهل مكة لا يعتادون ذلك، رجال مكة لا يعتادون أن تراجعهم نساؤهم، فهذا السلوك كان غريبا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما رجعته امرأته اشتد عليها وعاقبها، فأنكرت عليه امرأته وقالت ولم تنكر أن أراجعك يا ابن الخطاب، وإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. طبعا هذا وقع في بقية الحديث الذي لا نتوقف معه، لأن غرضنا إنما هو الكلام عن بعض آداب طالب العلم المستنبطة من حديث عبد الله بن عباس مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ربما يشتد على محدثه، سواء كان هذا المحدث هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أو حتى زوجته، أو رجل ليس بطالب علم وإنما هو طالب حاجة. الحاصل أن أهل العلم عليهم رحمة الله ذكروا أن مشايخك ليسوا على درجة واحدة، فيهم من هو فيه صبر طويل وحسن خلق ولين مع طالب العلم، وفيهم من هو حاد المزاج. وذكروا أنك إذا كنت عند شيخ قد تلي بحدة المزاج فإنك تصبر على جفوته، وهذا مذكور في طبقات كثير من المحدثين. يعني ابن حبان عليه رحمة الله كان صاحب همة عالية، وكان يلزم شيخه ابن خزيمة عليه رحمة الله إلى الحد الذي جعل ابن خزيمة عليه رحمة الله يقول له تنحى عني يا بارد. فكتب ابن حبان عليه رحمة الله في كراسته قال الشيخ تنحى عني يا بارد، فعجب الطلبة له، أتكتب في كراستك أن ابن خزيمة قد قال لك تنحى عني يا بارد؟ قال أنا أكتب كل شيء يقوله الشيخ. فابن حبان عليه رحمة الله صار بعد ذلك أكبر علماء زمانه، لم تحمله جفوة شيخه على ترك العلم أو على ترك علم الحديث ونحو ذلك. عندنا قصة مشابهة لسيبويه عليه رحمة الله، ولكن سيبويه عليه رحمة الله أعرض عن طلب علم الحديث وذهب إلى طلب علم النحو. سيبويه عليه رحمة الله لما أراد أن يطلب العلم إنما أراد أن يطلب علم الحديث، فذهب إلى شيخه حماد بن سلمة فقرأ عليه حديثا في الرعاف، قال حدثك
يخاطب شيخه حماد ابن سلمة، قال حدثك هشام بن عروة، قال حدثك، قال حدثنا فلان عن فلان أن من رعف في الصلاة قال له حسبك، كسر عين هذا الفعل. رعف هذا مثلث العين، فيه لغات ثلاث: رعف ورعف ورعف. فسيبويه عليه رحمة الله قالها بكسر عين الفعل، رعف أي سال من أنفيه دم، وقد رعفت سال من أنفي دم. وأصله في اللغة التقدم، أرعف في استقباله وأرعف بالضم والفتح كذاك يعرف. ففيها لغات ثلاث، لكن الذي حفظه حماد بن سلمة عليه رحمة الله إنما هو المشهور رعف، أن من رعف في الصلاة فقال له حسبك. تعلم ثم اطلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أثر في نفس سيبوي عليه رحمة الله أعظم التأثير. يعني خرج سيبوي عليه رحمة الله من عند حماد وكأنما الدنيا أظلمت في عينه، وتوجه إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله، وقص عليه الذي كان من حماد، لكن كان هذا خيرا لسيبويه عليه رحمة الله. فتح عليه عند الخليل، لما قال حماد بن سلمة رضي الله تعالى عنه ذلك رحمه الله ذلك لسيبوي عليه رحمة الله، قال والله، هذا سيبوي قال والله لا أتعلمن علما لا ألحن فيه لحنا، أو لا درم لا أتعلمن علما لا ألحن فيه لحنا. هم يذكرون هذه الحادثة كسبب لطلب سيبوي عليه رحمة الله لعلم النحو. هناك مرويات أخرى في سبب طلب سيبوي عليه رحمة الله لعلم النحو. حاصل أن سيبوي عليه رحمة الله لو كانت جفوة شيخه سببا في أن يترك العلم لما فزنا بهذا العالم العظيم سيبوي عليه رحمة الله، لكن سيبوي عليه رحمة الله جعل هذه الجفوة التي كانت من شيخه في الحديث وقودا لطلب علم آخر وهو علم النحو. سبحان الله، فتح عليه في علم النحو. كذلك يحيى بن معين عليه رحمة الله، يحيى بن معين من الرواة الذين من النقاد، معذرة، من النقاد الذين كانوا يختبرون الرواة، يختبر هل هذا الراوي ما زال ضابطا أو قد اعتراه ضعف في حفظه. لكن إذا فعل الإنسان ذلك مع رجل من أقرانه أو مع رجل ممن هم دونه لا بأس، لكن يحيى بن معين كان يطمئن على ذلك مع شيخه، وشيخه هو من هو في الثقة والتثبت والحفظ والإتقان، الفضل ابن دكين. الفضل ابن دكين عليه رحمة الله كان أكبر تلامذته ثلاثة: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأحمد ابن منصور الرمادي على الجميع رحمة الله. وكان إذا جلس للتحديث جلس هؤلاء حوله، جلس حوله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد ابن منصور الرمادي. فقال يحيى بن معين لأحمد ابن منصور الرمادي: إذا خف المجلس فدس للشيخ هذه الورقة. ودس ورقة ليست من حديث يحيى بن معين، ليست من حديث الفضل بن دكين عليه رحمة الله. فلما خف المجلس وجد الفضل بن دكين عليه رحمة الله الورقة بين الحديث الذي يروي. طبعا كانت ثقات الأثبات ربما يرون الحديث من الكتاب زيادة في التثبت. فلما وقعت عين الفضل بن دكين عليه رحمة الله على هذه الورقة أخذت عيناه تدوران، هذا وصف الراوي للحادث. ثم نظر إلى الثلاثة فقال لهم: أما أنت، يخاطب أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ورضوان، أما أنت فآدب من أن تفعل ذلك. أحمد بن حنبل آدب من أن يفعل ذلك. ثم خاطب أحمد ابن منصور الرمدي قال: وأما أنت
فلا تجرؤ أن تفعل ذلك، تجبن عن أن تفعل ذلك. ثم أخرج رجله فضرب بها يحيى بن معين فأسقطه من على الدرج، وقال والله لا أراها خرجت إلا منك. اكتشف الفضل بن دكين عليه رحمة الله هذه الحيلة التي يتثبت بها يحيى بن معين عليه رحمة الله من حفظه وتوثقه، وقال أعلي تعمل تختبرني؟ فقام يحيى بن معين عليه رحمة الله وقبل رأس الفضل بن دكين وقال مثلك يحدث. والفضل بن دكين عليه رحمة الله من رجال الشيخين، من رجال البخاري ومسلم، ومن كبار المحدثين الذين قضوا عمرهم، وهبوا عمرهم للحديث، وظلوا على حالهم إلى آخر عمرهم، لم يصبه اختلاط ولا تغير. لكن يحيى بن معين عليه رحمة الله كان أيضا يتثبت، يعني يختبر الرواة. وكلكم يعرف الذي كان من أمر الأعمش سليمان بن مهران عليه رحمة الله من جفوته مع طلبته، والحوادث في ذلك كثيرة. الشاهد من هذا أن مشايخك ليسوا على درجة واحدة، ستجد بينهم من هو صبور فيه لين وحسن خلق ونحو ذلك، وستجد فيه من هو حاد المزاج. فمثل ذلك ينبغي أن ترقق له اللفظ، وأن تخاطبه بما لا يكدر خاطره ونحو ذلك، حتى تحصل ما عنده من العلم، وستجد بركة ذلك. لا أقول حتى تحصل أي أن العلاقة نفعية، لا، يعني اصبر على بعض جفوتك ستنال ما عنده من الخير، وربما تنقلب هذه الجفوة بعد ذلك إلى محبة بينكم. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت فيه شدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يصبر على هذه الشدة ويعلم محبة عمر له. الجملة الثانية التي نحب أن نقف معها في هذا الحديث قول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا جميعا متفرغين لطلب العلم، وإنما كانوا أصحاب أعمال، أصحاب أشغال، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من طلب العلم. يعني لم يقولوا نحن قوم نسعى على أرزاقنا، ماذا نفعل؟ لا بد لنا أن نسعى على أبنائنا وزوجاتنا ونحو ذلك، نوفر احتياجات الحياة، لم نطلب العلم. لا، وجدوا حيلة لذلك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان صاحب أشغال، صاحب أعمال، ماذا يفعل؟ قسم الأيام بينه وبين أخيه الأنصاري. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مهاجري، كان له جار من الأنصار، قسم الأيام معه، قال له أنت تنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وتأتيني بخبر ذلك اليوم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ ما القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك؟ وإن إذا نزلت أتيتك بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. لما؟ حتى لا يضيع طلب العلم. وهذا فيه فائدة لطالب العلم، ألا تحتج بالسعي على الرزق في تفريطك في طلب العلم. عامة العلماء كانوا أصحاب أشغال، كانت لهم أعمال يباشرونها، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من طلب العلم. أبو إسحاق الإسفرايني عليه رحمة الله كان في أول أمره يحرس في بعض الدروب، وربما يذاكر على ذلك الضوء الذي يحمله الجنود الذين يمشون في الطريق، وأفتى بعد ذلك وهو ابن 17 سنة، وكان يحضر له 300 عالم، لا يحضر له 300 طالب، يحضر له 300 عالم يحضرون له، فلم يحتج بفقره على طلبه على ترك طلب العلم أو على تفريطه فيه. كذلك عندنا من أئمتنا الشافعي أيضا نور الدين الأردبيلي من أردبيل، كان يقرأ تفسير الكشاف على شيخ له، فيخرج من الصبح
فيصل إلى بلدة الشيخ ساعة الظهر، وما زال على هذا الحال إلى أن أكمل قراءة الكتاب. فتخيل رجل، يعني نحن الآن لو أنك تذهب إلى الشيخ يعني في المواصلات، أو تذهب إلى الشيخ في سيارتك أو نحو ذلك، ربما تكسل في بعض الأيام، لكن هذا كان يمشي من بلدته إلى بلدة الشيخ، يمشي ساعات الصبح، يصلي الفجر ويمشي، فاصل إلى البلدة ساعة الظهر، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يجد في طلب العلم وأن يستمر فيه. حاصل أنك ربما لا تكون متفرغا لطلب العلم، لكن لا يمنعك ذلك من الأخذ بقسط وافر من العلم، حتى ولو لم تتعلم إلا الفرض العين الذي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. قال: وكنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما كان من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذا الحديث حديث طويل، فيه فوائد كثيرة جدا، وهو من الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم. يمكن لمن أراد التوسع منكم أن يطالع بقية فوائده وشرحه وقصته في شرح من شروح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، لا سيما فتح الباري، فإنه استنبط من هذا الحديث فوائد كثيرة جدا. وهو فيه قصة طويلة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قصها، كانت سببا في نزول سورة التحريم، في نزول قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. لكن غرضنا من هذه الوقفة إنما هو التوقف مع المسائل التربوية التي تتعلق بهذا الحديث، فنكتفي بهذا القدر. ومن أراد أن يتوسع في قراءة الحديث والمعرفة بقصته والنظر في فوائده فليرجع إلى شرح الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لهذا الحديث. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.